أما هلأ مشاهدينا رح أروح لمحطتنا التالية، ويمكن كتير من الناس بيذهلوا لكمية طبعا المتابعين للإنتاج الفني الأدبي والمسرحي بالخصوص السوري اللي ظهر خلال العشر سنوات الأخيرة، ويمكن بيقولوا معقول نحن بظل هالحرب وما هيك موجود عنا هذا الكم من الإنتاج الفكري والأدبي؟ يمكن هي رسالة وجهها السوريين خلال الفترة الماضية ليقولوا نحن موجودين رغم كل هاي التحديات، نحن قادرين ننتج فن وأدب ومسرح بهذا الوقت. وما هيك يمكن كمان بيكون في سؤال بينطرح، يا ترى شو دور المسرح اليوم؟ قديش ممكن يكون ما زال لهذا النوع تأثير قوي بحياتنا بشكل عام؟ وقديه في متابعين للمسرح؟ هل لساتنا مثل أيام الزمن الجميل لما بيتم إعلان عن مسرحية بنشوف كل شرائح المجتمع موجودة بانتظار طبعا الكروت ليروحوا يحضروا، أم قدر شوي الشيء المتلفز أو السوشيال ميديا أنه تسرق الناس من هذا الزمن الجميل؟ كل هالتفاصيل وغيرها رح نحكي فيها اليوم مع ضيفنا بالاستوديو، وخصوصا عم نحكي عن نصوص إلى قيمة، الأستاذ جوان جان وهو الناقد والكاتب المسرحي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا، صباح الخير. بداية خلينا نحكي من آخر شيء نهيت فيه، واقع المسرح السوري اليوم. طبعا واقع المسرح السوري اليوم لا ينفصل بطبيعة الحال عن الحركة الثقافية بشكل عام. في الواقع هناك حراك جيد على صعيد المسرح تحديدا سواء في دمشق أو في المحافظات من خلال العروض الموسمية الدورية التي تقدمها فرق مديرية المسارح والموسيقى من خلال فرق المسرح القومي. هناك حراك مستمر، هناك مجموعة من المهرجانات التي تقام سنويا، المهرجانات المسرحية تحديدا سواء التي تقيمها مديرية المسارح أو نقابة الفنانين. وطبعا هذه المهرجانات في الواقع تستقطب جمهور كبير، ربما أكثر من جمهور العروض المسرحية التقليدية التي تقدم بشكل دوري، لأن المهرجان يعني هناك يعني يكون ضخ إعلامي يجمع كمية كبيرة من المشاهدين للحضور بشكل يومي على مدى 6 أو 7 أيام. طبعا بالإضافة إلى ذلك هناك عروض مستمرة لمسارح الطفل من خلال خاصة المناسبات السنوية سواء في العطلة الانتصافية أو في عيد الفطر أو في عيد الأضحى أو حتى في بمناسبة يوم الثقافة السورية، هذه الفعالية التي تقام عادة في الشهر 11 من كل عام. طب أستاذ جوان، قد تتفق معي اليوم أنه نحن خلال هاي الفترة الماضية شفنا عروض مسرحية مميزة لعمر الشباب؟ يعني كنا عم نشوف خريجين المسرح اللي ما صار لهم كم سنة، أو حتى في بعض منهم أثناء طبعا دراستهم عم بيشارك ببعض الأعمال المسرحية مع بعض الفنانين الكبار اللي كانوا عم ياخذوا إما كتابة النص أو الإخراج أو الإشراف على العمل، وصرنا نشوف أنه عن جد نحن عنا شباب عنده قدرات. صحيح. هائلة وجميلة أكثر من زمان اللي كان معروف عنا مو مين ما كان بيطلع المسرح. صحيح صحيح. طبعا حركة المسرح الشاب في سوريا حركة يعني غير حديثة، غير جديدة، حركة قديمة ابتدأت بالتبلور خاصة مع مهرجانات التي كانت تقيمها منظمة اتحاد شبيبة الثورة، مهرجان المسرح الشبيبي، أيضا مهرجان المسرح الجامعي السنوي الذي أيضا كان يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بالإضافة إلى مهرجانات المسرح العمالي. هذه المهرجانات في الواقع استقطبت مجموعة هائلة من شباب المسرح، ومنها ظهر اليوم نجوم، يعني اليوم أصبحوا نجوم على صعيد الدراما التلفزيونية، كان ظهورهم الأول في هذه المهرجانات. طبعا ولا ننسى أيضا مهرجان الشباب المسرحي الذي كانت تقيمه وزارة الثقافة سنويا في المدن السورية بالتناوب. طبعا خريجو المعهد العالي للفنون المسرحية ساهموا بدورهم في هذه الحركة المسرحية الشبابية من خلال يعني بعض التجمعات الشبابية الخاصة التي يعني يقومون بها بين الحين والآخر، وهي وإن كانت لا تستمر لفترة طويلة إلا أن أعمالها يعني ما زالت في الذاكرة، وما زالت الجهود التي بذلها هؤلاء الشباب ماثلة في الأذهان. نعم أستاذ جوان، اليوم باعتبار حضرتك ناقد ومطلع على العديد من الأعمال الأدبية والنصوص بالأخص التي كتبت للمسرح، خلينا نحكي شوي اليوم كيف تشوف النصوص المسرحية؟ على شو عم يعتمد المسرحيين اليوم بسوريا؟ عن شو عم يكتبوا؟ شو أكثر شيء بتلاحظ أنه هو اليوم عم بيكون هذا النص
اللي عم يجذب كاتب المسرحية وكمان عم يجذب الجمهور السوري؟ يعني بالعموم كتاب المسرح في سوريا اليوم مشغولون بالكتابة عن الواقع، صح، عن الحياة الاجتماعية، عن العلاقات الاجتماعية الجديدة فلنقل الناشئة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية بشكل عام. هناك محاولات في الواقع لإيجاد نص مسرحي جديد مختلف عن الأسلوب الكلاسيكي الذي كان سائدا في مراحل زمنية سابقة. وهنا لابد من أن أذكر في الواقع المسابقة السنوية التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقى للنص المسرحي الشاب. طبعا في العام الماضي 2021 كانت الدورة الأولى من هذه المسابقة، والآن الدورة الثانية في العام الحالي، ومن المتوقع يعني أن تصدر النتائج خلال أسابيع قليلة قادمة. هذه المسابقة في الواقع أفرزت نصوصا مسرحية شبابية جيدة، ويعني بعضها تم نشره أيضا في مجلة الحياة المسرحية، وأنا أتمنى من المخرجين أن يطلعوا أيضا على هذه النصوص لأن فيها الكثير مما هو قابل لأن ينقل على خشبة المسرح. نعم أستاذ، خلينا اليوم شوي نحكي عن الظروف اللي نحن عم نمر فيها. بنعرف أنه دائما الفن هو مهرب للجميع، دائما بالفن بنقدر نعالج كثير قضايا يمكن على الواقع ما عم نقدر نعالجها، نحاول نطرح حلول، نطرح آمالنا شو بكرة لازم يكون. كلياتنا بنحلم دائما ببكرة الأحلى لسوريا. يمكن في كتير أعمال مسرحية طرحت هي الرؤى وكان في إلى جمهور واسع. قد بتشوف اليوم الذائقة الفنية ما زالت محافظة على أن هي تطرح قضية وتعالجها بشكل جيد وتوصل هي الرسالة لأكبر قدر ممكن من الناس؟ طبعا هذا الأمر بحاجة إلى عدة عناصر كي تتوفر في العمل، في العمل المسرحي. أولا النص الجيد، يعني أي عمل مسرحي مهما بذلت في سبيله إمكانيات مادية هائلة ونجوم تلفزيونيين أو مسرحيين وإمكانيات على صعيد الإخراج أو المكان الواسع، إذا لم يكن النص الذي يقف عليه كل هؤلاء جيدا متينا بالضبط، فلن يكون العرض المسرحي ككل يعني في سوية فنية جيدة. البداية هي النص، إذا تأمن النص الجيد فكل العناصر الأخرى من السهل تأمينها. طبعا بدون استسهال لهذه العناصر، يعني مثلما العرض المسرحي بحاجة إلى نص جيد أيضا بحاجة إلى مال. العمل الثقافي بشكل عام بحاجة إلى مال، بدون مال لا يمكن أن يكون هناك لا حركة مسرحية ولا سينمائية ولا ثقافية بشكل عام. طبعا بالإضافة إلى الكوادر المؤهلة سواء على صعيد الإخراج أو على صعيد التمثيل أو حتى على صعيد التقنيين، يعني طبعا الآن أيضا نجد هجرة للتقنيين باتجاه الأعمال التلفزيونية، وهذا أيضا مؤشر يجب أن يتم تداركه في الواقع. بشكل عام المسألة متكاملة، لا يمكن فصل العناصر صحيح عن بعضها حتى نكون أمام حركة مسرحية متكاملة. طيب هلا بالفترة الأخيرة بنعرف أنه كل سنة بيتخرج عنا عدد كبير من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن مو الكل بيتوجه للمسرح، بيحب دائما الشاشة الفضية، شاشة التلفزيون، بتعطيه انتشار أوسع، بتعطيه شهرة، بنشوفهم بعد عمل أو اثنين انشهروا بيروحوا على المسرح. شو رأيك بهي الحالة؟ كيف بتشوفها؟ أنا أعتقد أنها حالة طبيعية. يعني الإنسان خاصة الفنان من حقه أن يسعى إلى الشهرة، هذا أمر يعني خلق مع الفنان. لا يوجد فنان يقول أنا لا أريد أن يعرفني الناس، وإلا لا يكون فنان حقيقي في الواقع. بالإضافة إلى العامل المادي، يعني العمل التلفزيوني مربح أكثر من العمل المسرحي ويمكن جهده أقل. ليس بالضرورة يقول الجهد أقل، ربما هناك أعمال تلفزيونية يعني تحتاج إلى تصوير أو تفارغ لعدة أشهر، ولكن في المحصلة المكسب يعادل الجهد وربما يفوقه. بينما في المسرح يعني المردود المادي أقل والمردود المعنوي أقل. يعني العمل المسرحي في أفضل الأحوال يشاهده 10,000 متفرج، بينما العمل التلفزيوني الملايين تشاهده. يعني إن لم يكن في هذا العام ففي العام القادم، يعني العمل التلفزيوني يبقى يعني خالدا أكثر من العمل المسرحي، خاصة وأن الكثير للأسف يعني من الأعمال المسرحية الآن لا يتم تصويرها، يعني تذهب أدراج الرياح بمجرد الانتهاء من عرضها على خشبة المسرح. نعم، يمكن بدأت حديثي معك بسؤال عريض وقلت لك اليوم باعتبارك ناقد شو رأيك بحال المسرح، اسمح لي أقول لك شو رأيك بحالة
النقد. اليوم كمان نحن نعاني من عدد قليل من النقاد المتمرسين أصحاب النقد الإيجابي البناء اللي صحيح. موجود. للأسف بنشوف أحيانا الشباب يعني يعملون بمجالات متعددة فجأة صاروا نقاد وصار لهم صفحات ولهم برامج بغض النظر مع أنه النقد هو من أهم الوسائل اليوم التحفيزية لحتى صحيح. الحالة الفكرية والمسرحية صحيح. والفنية بالعموم ترتقي. يعني أنا ما بدي حدا يضل يصقف لي، بدي حدا يقول لي أنت غلطت هون ولازم طبعا. تعمل هيك لحتى أنا أتطور صحيح. وبالدول الجوار يعني يمكن أبرز الفنانين اللي ما تعرضوا لنقد ما بنشوف لهم صحيح. استمرارية دائما الفنان صحيح. اللي ينقد صحيح. بيستمر وبيطور من أدواته. طبعا يجب أن نفرق في هذه الحالة بين النقد والانتقاد. صحيح. يعني معظم من يمارس النقد اليوم يمارسه من باب الانتقاد. من باب الترند أو تماما الشهرة. هو يعتقد أن مسؤوليته أو واجبه هو أن يوجه سهامه باتجاه الأعمال الفنية بغض النظر إن كانت أعمالا جيدة أم غير جيدة. طبعا هذا الأمر استفحل مع يعني تطور وسائل التواصل، وأيضا استفحل مع غياب الصحافة الورقية في الواقع. يعني صحيح. كنا في الصحافة الورقية كانت هي الميدان الأرحب للنقاد المسرحيين الحقيقيين والنقاد السينمائيين وحتى النقاد التلفزيونيين. كانوا يعني كانت الصحافة اليومية الورقية تستقطب كل هؤلاء وتكون هناك ردود أفعال لكتاباتهم. اليوم يعني هذه الحالة للأسف غابت، بقيت الصحافة الشهرية فلنقل أو الفصلية من خلال الدوريات المتخصصة التي تصدرها وزارة الثقافة. يعني الحياة المسرحية، الحياة السينمائية، أيضا المجلة الخاصة بالفنون التشكيلية، الحياة التشكيلية، هذه بقيت المنابر الوحيدة تقريبا بالنسبة للنقاد الفنيين بشكل عام. نعم. يعني بختام حديثنا بدي أشكرك كثير لوجودك معنا. بنتمنى دائما يكون في عنا تطوير حتى مو بس بالعمل المسرحي والأدبي والفني، حتى بالنقد اليوم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لاهتمامكم الدائم. شكرا.